ضلت تجتمع الخصوم، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. إحالة أوراق المدرس قاتل الطالب إيهاب أشرف إلى فضيلة مفتي الجمهورية وسط فرحة أهله وانهيار أهل المتهم، بس لحد دلوقتي والدة إيهاب ما تعرفش حاجة. تابعونا عشان تعرفوا ليه. والدته لسه في مصر دلوقتي، لسه ما اتصلتش معاها لأن حالة هي بره البلاد حاليا. قررت محكمة جنايات المنصورة إحالة أوراق محمد عبد الجليل الطحاوي المدرس المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز واللي قطع جثته لثلاث أجزاء لفضيلة مفتي الجمهورية عشان يقول الرأي الشرعي في حكم الإعدام. وحددت المحكمة جلسة 21 مايو للنطق بالحكم بعد ما يتحدد الرأي الشرعي في قرار إعدامه. وطبعاً أهل إيهاب كانوا كلهم فرحانين بقرار المحكمة، رغم إن ما فيش أي حاجة ممكن تعوضهم عن ابنهم ولا ترجعوا ليهم. ووالدة إيهاب لسه ما عرفتش قرار المحكمة، وده حسب كلام والده لأنها مسافرة وما حضرتش الجلسة. والدته لسه في مصر دلوقتي، لسه ما اتصلتش معاها لأن حالة هي بره البلاد حاليا. إيهاب الطالب اللي قطع قلب كل الناس، مصريين أو غير مصريين. كل يوم بقى بالناس في السعودية بتكلمني في الموضوع ومتأثرين زينا وأكثر شوية. الناس كلها متابعة الموضوع ومتأثرة ومتألمة زينا وأكثر. طالب في أولى ثانوي ومعروف وسط الكل بأخلاقه العالية ومحبوب من كل الناس، راح لدرسه وبعد الدرس اتصل بوالدته وقالت له إنها جهزت له الأكل وقال لها إنه راجع البيت، لكن إيهاب مرجعش. دورت عليه أسرته في كل مكان، سألوا عنه كل الأهل والأصحاب والمعارف وملوش أي أثر لحد ما حصلت المصيبة. بدأ الموضوع لما جه لشرطة المباحث الجنائية بلاغ باختفاء طالب في أولى ثانوي بعد خروج لدرس خاص في قريته، وانتقل ضابط المباحث وسألوا أسرته اللي أكدوا إن آخر اتصال كان مع والدته. وبعدها رجعت تتصل تاني فلقت شخص غريب بيقول لها إنه خطفه وعايز 100,000 جنيه، وكانت المكالمة من تليفون إيهاب. بعدها التليفون اتقفل، وبمراجعة الكاميرات قريب من مكان الدرس لقوا عربية من غير نمر كانت واقفة وراحت في اتجاه الأراضي الزراعية وما وصلوش لحاجة برضو. وبعدها بكم يوم فلاح رايح أرضه لقى شكارة غريبة واتصل بالشرطة اللي جت واكتشفت الصدمة. موجود النص التحتاني بس للجثة، وكان لابس بنطلون جينز وكوتشي. وجت الأسرة بعد ما الشرطة كلمتهم وعرفوا إن دي جثة ابنهم واتصدموا صدمة عمرهم، وأمرت النيابة يتعمل تحليل DNA واللي أكد إن الجزء ده هو إيهاب فعلاً. وفي الأول رفض أهل إيهاب يدفنوه على مرتين، وكانوا عايزين يرتاحوا ويلاقوا النص التاني، وقال والده مش هندفن ابننا بالتقسيط ولا على مرتين، حق إيهاب مش هيضيع ولازم يرجع. قول له ارتاح، قول له إن شاء الله يعني حقه رجع وقلوبنا ترتاح إن شاء الله بالقصاص العادل وتنفيذه كمان في أقرب وقت إن شاء الله. ابننا في مكان أحسن من اللي فيه، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بيه في الجنة إن شاء الله. وما كانش في حد في القرية كلها إلا وقلبه موجوع على إيهاب، الولد الوحيد على بنتين واللي ما فيش أي أعداء لأسرته مع حد. وفي اليوم السابع قدروا يلاقوا النص اللي فوق للجثة واللي كان للأسف مفصول عن الراس، ولقوا الراس على بعد كام متر، يعني إيهاب اتقطع على 3 أجزاء. وكشفت الأجهزة الأمنية بعد البحث والتحريات عن المفاجأة إن المجرم هو مدرس الفيزياء اللي كان إيهاب بياخد درس عنده وبعدها اختفى، واللي علاقته بإيهاب كانت قوية جداً بسبب قرب سنهم من بعض وكان زي أخوه الكبير. وسبب الجريمة إنه مدمن على القمار وخسر فلوس كتير، ولأنه عارف إن أهل إيهاب حالتهم المادية كويسة فكر في جريمته من فترة واستفرد بإيهاب بعد الدرس وطلب منه يقعد لأنه هيشرح له جزء إضافي في المنهج، وقتله وقطع جسمه ل3 أجزاء. والأبشع إنه دور عليه مع أهله وكتب على الفيسبوك دعاء على المجرم اللي قتل إيهاب وكان بيعيط عليه. ولما شكت فيه الأجهزة الأمنية وسألوا أهل إيهاب عنه نفوا الأهل تماماً إنه ممكن يشكوا فيه، ولكن بعد القبض عليه اعترف، ودي واحدة من أبشع قصص الغدر. المجرم خلاص هو عمل جريمته، لكن أنا عايزين الناس تبقى عندها ردع ما يعملوش جرائم تاني عشان ما تبقاش الأمور سهلة، وحرمة الدماء دي حرمة عظيمة جداً.